اهلا بكم وحلقه جديده من برنامج حوار. اليوم شهد ملف تمكين المراه المصريه طفره غير مسبوقه محليا ودوليا خلال السنوات الاخيره، حيث بدا في يونيو من 2014 عصر ذهبي للمراه المصريه عاد لها الحياه بفضل وجود اراده سياسيه تؤمن بان تمكين المراه واجب وطني. ومن هذا المنطلق تم ترجمه الحقوق الدستوريه للمراه الى قوانين واستراتيجيات وبرامج تنفيذية تقوم بها جهات حكومية وغير حكومية، ولم يخلو أي خطاب سياسي رسمي في جميع المحافل الدولية من للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي من الإشادة بالمرأة المصرية، حتى أصبحت تجربة مصر في ملف تمكين المرأة مثار إعجاب وإشادات عالمية. حول هذا الموضوع يشرفنا استضافة الدكتورة فاطمة حسين، وهي باحثة قانونية ورئيس قسم المرأة في وكالة أنباء الحدث. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك. هنبدأ بهذا التقرير ونعود إليكم، فابقوا معنا. المرأة المصرية باهتمام ودعم غير مسبوق من القيادة السياسية. هذا الدعم يلبي طموحاتها ويتناسب مع مكانتها الرفيعة في المجتمع، ويحفز الطاقات الكامنة غير المحدودة التي وهبها الله للمرأة المصرية. لذلك تمثل قضايا المرأة وجهود تمكينها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا نقطة التقاء مضيئة في جميع محاور رؤية الدولة وبرامجها التنموية، والتي تعطي الأولوية لاعتبارات النوع الاجتماعي بدءا من التخطيط التنموي امتدادا للمساهمة في الإنتاج وفرص العمل والتشغيل وصولا لتبوي الوظائف القيادية ومراكز صنع القرار. واستطاعت المرأة المصرية تحقيق جزء كبير من أحلامها في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بداية من اعتبار سنة 2017 عاما للمرأة. ومن هذه الجهود إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2017 عام المرأة المصرية، إطلاق استراتيجية 2030 للعمل على تمكين المرأة اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا. تم إصدار العديد من القوانين والتشريعات لحماية المرأة، توثيق الطلاق لحماية الأسر والأطفال من الأذى، تعيين المرأة بالنيابة العامة ومجلس الدولة، تولي أكبر عدد من الوزيرات في تاريخ مصر ضمن تشكيل الحكومة، تولت المرأة المصرية منصب المحافظ في عدد من المحافظات، تمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر ل 79 ألف سيدة ضمن تنمية المرأة الريفية، كما عملت الدولة على إزالة المعوقات التي تعرقل دون المشاركة العادلة للنساء في شتى المجالات، بجانب تقديم التسهيلات واتخاذ الإجراءات السياسية والبرامج التي تدعم مشاركة المرأة وزيادة فرصها، مما يعزز من حصولها على حقوقها التي كفلها لها القانون والدستور. واهتمت الدولة بتمكين المرأة اجتماعيا، وذلك عن طريق إطلاق برامج الحماية الاجتماعية ومجموعة من المبادرات الرئاسية التي تستهدف المرأة على وجه الخصوص. أهلا بكم عودة مرة أخرى إلى ضيفتنا في هذه الحلقة الدكتورة فاطمة حسين، وهي باحثة قانونية ورئيس قسم المرأة في وكالة أنباء الحدث. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك يا فندم. طبعا عايزين نبدأ نتكلم عن الحقبة الزمنية اللي احنا فيها دلوقتي. طبعا المرأة المصرية في الجمهورية الجديدة اعتلت مكانة ما يعني لم تكن تحلم بها. مزبوط. وهي طبعا احنا كان لنا مشوار طويل حتى نعتلي هذه المكانة. هل نقدر نقول أن هذه الحقبة الزمنية هي حقبة ذهبية بالنسبة للمرأة المصرية؟ ده حقيقي، هي حقبة زمنية فعلا، لأن المرأة توالى عليها عدة مبادرات كتيرة جدا أولت للمرأة اهتمام من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، والاستراتيجية الوطنية اللي احنا شفناها في التقرير دلوقتي قايمة على أربع محاور أساسية، فهي اللي خلت أن الحقبة اللي المرأة عايشة فيها دلوقتي هي حقبة فعلا ذهبية، لأنه جنب الثلاث محاور الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في الجانب الحمائي، أن أنا زي أوفر للمرأة الحماية اللي تخليها تقدر تشتغل اقتصادي أو سياسي أو اجتماعي. الحماية الاجتماعية دي أو الحماية القانونية أو الحماية التشريعية جملة من التشريعات والقوانين اللي تضمن حقوق المرأة وترسخ الحقوق، يعني لو لسه في حقوق هي لسه ما حصلتش عليها فتترسخ فيها تاني في القوانين،
وفي نفس الوقت نضمن سياق قانوني آمن للمرأة في حالة خروجها للتمكين الاقتصادي، في حالة خروجها سياسيا، في حالة مشاركتها في بناء المجتمع، حتى تأهيل المرأة نفسه في أن هي تاخد قراراتها داخل الأسرة ذاتها. فبالتالي احنا التوجه الإرادة السياسية نحو المرأة خلى فيه وعي كامل بحقوقها ومناهضة أي حاجة تقلل من هذه الحقوق، وخلى فيه ثقة متبادلة. بالزبط. طيب من أجل تمكين المرأة طبعا، ومن أجل أن احنا نعتلي هذه المكانة، لابد من ملف معين لتمكين المرأة وحماية المرأة زي ما حضرتك كلمتي ودعمها. بيتم ده في الدولة المصرية والجمهورية المصرية الجديدة بترسانة من القوانين واللوائح. عايزين نبدأ بملف في تمكين المرأة ومفهوم تمكين المرأة في الجمهورية الجديدة. تمكين المرأة يعني عملية شاملة بعزز فيها قدرات المرأة، سواء من الناحية الاقتصادية أنا ببتدي أدربها إن هي يبقى ليها مشاركة في الناحية الاقتصادية، سواء هي كانت امرأة متعلمة أو عاملة أو هي امرأة غير متعلمة، فبنبتدي نشتغل على الحرف اليدوية، على الحاجات اللي تقدر تتعلمها وتشتغلها وتبقى عضو فاعل في التنمية المستدامة كلها، وفي نفس الوقت تبقى عضو منتج لأسرتها، لأن المرأة المعيلة معظم في أسر كتير دلوقتي بقت المرأة هي اللي بتصرف، فالعنصر الاقتصادي بقى مهم جدا ليها. ده جنب العنصر السياسي، انه الاستراتيجيه وفرت انه المراه تشارك سياسيا وتفعل دورها سياسيا، فخصصت لها مقاعد في البرلمان، خصصت لها مقاعد في مجلس الشيوخ، خصصت لها في المجالس السلك القضائي والسلك الدبلوماسي، ففي كل مجال ان احنا بنعزز المراه تشتغل في كل المجالات دي. يعني حتى لو في مش كل النساء مثلا مؤهلين بس عندهم طموح، فهي لو بتعزز قدرتها وكفاءتها ان هي تشتغل في المجال السياسي او في المجال الدبلوماسي او في المجال القضائي او حتى في المجال الاجتماعي، ان هي تبقى واعيه بدورها، تبقى واعيه بذاتها وبان هي ربنا خلقها كريمه ومش مهانه، سواء في القوانين او حتى في شرع ربنا. فاحنا التمكين أنا بعزز قدرتها وفهمها وبكبر وعيها لنفسها ولكل الإمكانيات اللي تقدر تقوم بيها، بوفر لها الإمكانيات. طيب وبخلي عندها وعي بالإمكانيات كمان، مش بس أوفرها لي. يعني أنا ممكن أوفر لك الإمكانيات بس حضرتك ما فيش وعي إنها تشتغل بالإمكانيات دي، فكمان من جملة التمكين إن أنا بعزز وعيها، ده بنؤهلها إن هي تستخدم هذه الإمكانيات. طيب على رأس قائمة رؤية 2030 لأهداف التنمية المستدامة هو الاستراتيجية القومية لتمكين المرأة. حضرتك ممكن تكلمينا عن هذه الاستراتيجية وأهميتها في تأهيل المرأة لاستخدام هذه المكانات والإمكانيات؟ الحقيقة الاستراتيجية طفرة حقوقية حصلت في تاريخ كفاح المرأة ونضالها في الحصول على حقوقها. الاستراتيجية كانت في يوم المرأة سنة 2017 اعتمدها السيد الرئيس عشان نبتدي نشتغل على تمكين المرأة في جميع المجالات زي ما قلنا. والاستراتيجية بتعمل نوع من تشبيك الجهود كلها، سواء الجهات الحكومية أو غير الحكومية، مؤسسات المجتمع المدني، الجهات في وزارة التجارة أو جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كل الجهات اللي ليها يد في تمكين المرأة في جميع النواحي، كل الجهات اللي من الناحية القانونية اللي تحمي المرأة من ان هي تقدر وتطلع تشتغل او ان هي حتى ولو هتبقى في البيت فتبقى واعية بدورها في الأسرة. كل ده الاستراتيجية وفرت تشبيك الجهود دي كلها وان كله يبقى متداخل مع بعضه عشان نقدر نوفر التمكين الملائم للمرأة وتحقيق الأهداف المرجوة منه. فعندنا مجموعة، الاستراتيجية قامت على 4 محاور زي ما قلت لحضرتك في الأول: الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والحمائي. والاقتصادي يعني عندنا ترسانة من القوانين بالتأكيد. يعني مثلا كان قانون الضرائب، يعني خلينا أقول لك نقطة صغيرة إنه قبل ما بنتكلم عن القانون بنتكلم عن فلسفة المشرع عندما سن هذا القانون. فمثلا قانون الضرائب في الأول كان المشرع فلسفته إنه الراجل هو اللي بيعمل المشروع وهو اللي مسؤول عن المشروع، وإنه الستات اللي بتعمل مشاريع وهي اللي مسؤولة ضريبيا عن المشروع، ده كان لسه مش موجود في فلسفة القانون ذاته.
لكن مع تعديل القانون وبقى دلوقتي في قانون الضرائب الموحد، أصبح في فلسفة المشرع أن المرأة مسؤولة ضريبيا وماليا عن المشروع اللي هي تقدر تقوم بيه من الألف إلى الياء من غير وجود راجل معاه، هي تقدر تقوم بيه تماما كاملا، وتسئل بيه ضريبيا، تسئل بيه ماليا، عايزة تعمل ليها علامة تجارية فقانون الاستثمار أعطاها ده، عايزة تبتدي حرفة يدوية فجهاز تنمية التجارة الداخلية اداها ان في حرف يدوية ومبادرات كتير جدا اداها ان هي ممكن تتدرب على حرفة يدوية وبعد كده تعمل لنفسها هي الحرفة الخاصة بيها واللي تقدر تشتغل بيها وتطور المشروع بتاعها وتخليه علامة تجارية خاصة بيها. فكل المراحل دي قانون الاستثمار كمان سهلها لها ان هي تقدر بشخص واحد هي لوحدها تعمل سجل تجاري وبطاقة ضريبية. ده ما كانش موجود في الاول، ما كانش عندنا في الـ في الـ في, الـ في القانون التجاره مثلا القديم انه لازم الشخص ده يبقى عنده مقر ويبقى عنده مكان للمشروع بتاعه. دلوقتي لا، قانون الاستثمار الجديد يقول لك لو حتى ما عندكش مقر معاك سنه تشتغل وممكن بعد السنه دي تجيب مقر، فده بيشجع الاستثمار ويشجع المراه على ان هي لما الحرفه دي تشتغلها نزود الطموح عندها بتعزيز الكفاءه وتعزيز ان انا ازاي اعلمها تسوق للمنتج بتاعها. انا مش مجرد بس ان هي بتتعلم الحرفه، ده كمان مجموعه المبادرات اللي تمت مع المراه سواء المراه الريفيه او في المراه في القاهره علمتها ازاي تسوق للمنتج ده. نعم، اذا قوانين اكثر مرونه عن السابق وايضا بالزبط. برامج توعيه واسعة المدى ومتشعبة بحيث ان هي تقدر تؤهل المرأة للدخول في الحياة العملية والاقتصادية بوجه عام، تمكنها من ذلك. طبعا بنتكلم عن شق اخر وهو وجود المرأة بشكل قوي وانها بتلعب دور مهم جدا في العمل العام. في نسبة كبيرة جدا لتمثيل المرأة في الحكومة واثبتت ان هي جديرة بهذه الثقة بقالها عدة سنوات. الحقيقة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي كان من أول الرؤساء الداعمين لدور المرأة في الحكومة وتم تعيين عدد كبير من السيدات الوزيرات في الحكومة السابقة والحالية. نتكلم أيضا عن هذه النقطة لأهميتها. يعني احنا عشان كده بنقول ان احنا ان المرأة فعلا بتعيش طفرة ما حصلتش قبل كده، انه مصر هي المركز الثاني في دول الشرق الأوسط وإفريقيا في ان هي تعين 8 وزيرات في مجلس الوزراء، وده ما حصلش في الشرق الأوسط. مصر بقى ليها أعداد كبيرة جدا في البعثات الخارجية مثلا للمرأة، أن المرأة أصبحت نائب مساعد لوزير الخارجية أكتر من نائبة، احنا معدي العدد 20. عندنا مساعد وزير الخارجية أكتر من مساعد ست. البعثات الخارجية بقت الستات هي المسؤولة عنها في بعثات كتيرة جدا، فحتى في كل الوظائف الإدارة العليا بقى في مجموعة من السيدات مشرفات جدا ونماذج مشرفة جدا بتتولى هذه المناصب، ومبقاش في أي عراقيل إنه لا عشان ست احنا مش هتشتغل الشغلانة دي عايزة راجل، ما بقاش فيه الكلام ده. دلوقتي بقت يعني انا من ضمن تمكين المرأة ان انا بدفعها دفع لتولي المناصب، ان انت مؤهلة تعملي كده، انت قوية وتقدري تعملي كده، فببتدي اعزز عندها الثقة دي. والمرأة المصرية على مدار تاريخها كله هي جديرة بكل ثقة بتوليها على كتافها. بالطبع تمثيل المرأة في الحياة النيابية ايضا كان له دور كبير قوي في السنوات الأخيرة. نسبة كبيرة أو إلغاء الكوتا تماما كبير. وفي نفس الوقت نسبة كبيرة جدا من السيدات في المجلس ولهم أدوار رائدة في المجلس وفي الحياة النيابية. حضرتك لو تحبي برضو تتكلمين. كان الأول ما كانش فيه عدد كبير من القاضيات، ممكن تلاقي 3-4 بس، دلوقتي احنا عدينا العدد 3000 مثلا. وفي مجال الأحوال الشخصية، والموضوع ما بقاش مقتصر بس على الأحوال الشخصية، مجلس الدولة بقى فيه أعداد كبيرة جدا من القاضيات، بقى فيه مساعدين لرئيس هيئة قضايا الدولة سيدات، وكلهم زي ما قلت لحضرتك نماذج مشرفة تقتدي بهن أي مثلا فتاة لسه خارجة من كلية حقوق، فيبقى عندها طموح ان هي توصل لهذه المناصب، وانه مش هيعرقلها انها فتاة، لا الكفاءة بقت عنصر اساسي في انك توصلي لاي منصب من هذه المناصب، مش قصة راجل وست، لا انت لو كفء لهذا المنصب هتاخديه. فده شيء مهم جدا جدا، العدالة اللي احنا بنرجوها
ما شاء الله بدأنا ناخدها ونحققها. وبدليل إعلان مجلس الدولة في 2022 قبول أول دفعة جديدة بالزبط. من الإناث من خريج وكان القانون حفل رائع أول يعني. مرة من سنة 73، وكلهم كانوا موشحات وكان حفل رائع جدا بالطبع. ويعني مهيب. إلى متى استطاعت المرأة أن تثبت جدارتها داخل أروقة المؤسسات الحكومية، المؤسسات السياسية، أنها بتثبت للجميع أنها جديرة بهذه الأماكن أو بهذه المنصات؟ دي مش حاجة جديدة على المرأة المصرية. تقدير حضرتك لدور المرأة، المرأة المصرية طول يعني من بداية الفراعنة إلى عصرنا الحالي، والمرأة المصرية دائما بتثبت جدارتها سواء داخل الأسرة أو خارج الأسرة، في عملها، أيا كان المكان اللي هي خرجت تشتغل فيه، دائما ما تثبت جدارتها. دائما هنقول إنه حتى في 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 كليات القمة هتلاقي إنه معظم اللي جايبين مجاميع عالية واللي طالعين أوائل كتير منهم فتيات، هم دايما مجتهدات. في المكان اللي هتتحط فيها هتلاقيها مجتهده جدا، حامله على اعتقها النجاح، وان هي عايزه تثبت نفسها انها تقدر تعمل حاجات كتير وتنجح فيها كمان. فالمراه ثبتت ده جدا. من بين ايضا وسائل تمكين المراه والخطوات اللي اخذتها الدوله هو ماده دستوريه لضمان حقوق المراه في شتى المجالات. عايزين نتكلم عليها بالتفصيل. احنا عندنا 20 ماده في الدستور بتكفل حقوق المراه والمساواه بينها وبين الرجل، وتكفل تكافؤ الفرصه بينها وبين الرجل. يعني مش زي ما قلت لحضرتك مصلحه حكوميه هي مؤهله انها تكون هي المديره، هي مثلا الترقيه الجايه المفروض تبقى المديره، مش عشان هي ست مش هتترقى، لا، ده ما بقاش موجود. الدستور كفل ليها كافة القضاء على جميع أنواع التمييز اللي ممكن يبقى موجود في أي مكان في هي بتشتغل فيه لمجرد إنها ست. الدستور قضى على الكلام ده. 20 مادة بيكفلوا يعني، وعلى مدار بقى يعني مش مترتبين بس في الناحية الاقتصادية، في الناحية الاجتماعية، بيقضي على كافة أشكال العنف ضدها. يعني ما لو بتضرب، لو بتتعرض للاغتصاب وهتك العرض، قضايا الخطف، وحتى قضايا إنه تعرضت للضرب أو لكذا تحرش، العنف الأسري، بالضبط. كل ده كل هذه كفل الدستور المواقف تم تعديل القوانين فيها. بالزبط. طيب عايزين نعود مرة أخرى عودة إلى دور المرأة في المجال الاقتصادي، لأنه مهم جدا عموما. العالم كله قائم على الاقتصاد. مصر أطلقت برامج عديدة للحماية الاجتماعية، إن هي بتكفل للمرأة حقوقها اجتماعيا، وأيضا إنها تؤهلها في سوق العمل العام. مظبوط. وفي برامج الاقتصاد المختلفة. مظبوط. الحقيقة الرئيس عبد الفتاح السيسي عمل مبادرات كتيرة جدا عشان المرأة تبقى ممكنة اقتصاديا. مثلا مبادرة تكافل وكرامة، يعني الشق الاقتصادي كان متقسم نقدر نقول لطريقين، طريق الحماية الاجتماعية أو شبكات الأمان الاجتماعي، وطريق تعزيز قدرات المرأة وتمكينها اقتصاديا. إن أنا عشان يعني ممكن أجي دلوقتي هقول للست هعلمك حرفة وتشتغلي وكذا وكذا، طب هي لحد ما تقف على رجلها وتشتغل فين الدخل لو هي معدمة تماما هي وأسرتها؟ فده اللي بيوفره لي شبكة الأمان الاجتماعي من خلال برنامج تكافل وكرامة. ان انا ببتدي وحياه كريمه وكل بالزبط. البرامج بس المختلفه بس تكافل وكرامه مخصص للسيدات المعيله والمعاقين وكبار السن اللي هم معديين سن ال 60 سنه. أيوة. فده كان يعني منتشر قوي كان داعم اساسي ليهم. بالظبط. وبكارت بتروح تاخد الفلوس بتاعتها من اقرب مديريه تضامن ليها او من اقرب بوسطه ليها، فده خلى فيه احساس بالامان الاجتماعي عند المراه، ان هي طالما خلاص وفرتي ولو جزء من الدخل عندها فتبتدي تدور على ان هي تبقى عنصر منتج. فده كان رقم واحد. وبعد كده مبادره كان اسمها مسطوره، دي كانت مبادره من بنك مصر الاجتماعي برضو عملوها، ودكتوره مايا مرسي يعني من خلال بنك ناصر عملوا تمويلات كتير لسيدات معيلات كتير بالقروض الصغيره، القرض الصغير عشان تبتدي ليها مشروع. الحرف اللي هم اتعلموها السيدات دي والتمويل اللي اخدوه، المنتجات اللي هم عملوها، تم عمل معرض كبير في ارض المعارض للمنتجات دي. يعني مش بس الموضوع وقف على ان انا هعلمك منتج وتعمليه وانت تتصرفي، وايضا تم دعمها من وزاره التضامن. بالظبط بالظبط، هو ده اللي عايزه اقوله، ان هي تم دعمها
في أرض المعارض، وتعمل لهم معرض كبير، معرض الأسر المنتجة، بعد ما هي خلاص اتدربت على التسويق وإزاي تعمل منتج. ده كان في برنامج زي مسطورة. برنامج تاني هيلاقي مبادرات كتيرة جدا كلها عشان تعزز من قدرة المرأة اقتصاديا، وده في حد ذاته بينشط الاقتصاد وبيخلي فيه جهود كتيرة من المجتمع المدني. يعني أنا كنت عاملة مبادرة كان اسمها بنكك، كنت برضو بحاول نعمل تضافر جهود كده أنا وزمايلي إن إحنا نعلم الستات الخياطة ونجيب مكان خياطة ويشتغلوا عليه، والمنتج ده كنا هنسوقه وفعلا سوقناه في بعض الفنادق لبعض السياح، وكان منتج شيك جدا بيديكي بيئة خصبة ان كل واحد يشتغل ويفضح باكتر ما عنده. انت تقدر تعمل ايه للمجتمع، تقدر تخدم ازاي اللي حواليك، تقدر تعمل ايه عشان الست دي ما تبقاش مجرد ان هي مستنية الفلوس اللي هتجيلها كل شهر، لا احنا عايزينها منتجة. وفي نفس الوقت يبقى الاقتصاد كله عندك حالة من الانتاج المستمر، ويتحول الاقتصاد الغير الرسمي اللي انا مجرد ما بفصل لفستان واديه لفلانة، لا انا عايز اقتصاد رسمي ببطاقة ضريبية وسجل تجاري، فده يديني حالة من التنشيط والاستثمار ويجري عجلة الايه الاقتصاد كله. وفي ايضا دعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة اللي هي بالزبط. اساس ما هي ده ما هو ده الاساس، انتعاش اقتصادي لدول كثيرة زي الصين مثلا او فيما غير ذلك، ان هي زي هي العوامل الاقتصادية المهمة جدا للاقتصاد الجديد. كان هناك ايضا تعاون بين الحكومة المصرية والمنظمات الدولية زي الامم المتحدة وبرامجها المختلفة لدعم وتمكين المرأة، ومن اشهرهم برنامج رابحة. هذا البرنامج كان بيهدف إلى تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، وكان في تعاون مثمر جدا بين الجهة المصرية وهيئة الأمم المتحدة. مظبوط. لو حضرتك تحبي تشرحي لنا تفاصيل هذا البرنامج وكيف كان داعم للمرأة المصرية ومكانها اقتصاديا بنسبة كبيرة. مظبوط. الأمم المتحدة عملت مجموعة برامج كان من ضمنها برنامج رابحة، هيئة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، الاثنين عملوا زي بروتوكول تعاون للمرأة المصرية، برنامج خاص للمرأة المصرية. يعني رابحة ده المرأة المصرية فقط مش على مستوى العالم، هو خاص للمرأة المصرية عفوا وتمكينها وازاي ان انا ابتدي ادربها، وكان موجه للمرأة الريفية اكتر. ان انا ازاي اشتغل على المرأة اللي هي لسه مش ما تعرفش حاجة غير ان هي في بيتها بس، ولو حصل اي مشكلة اثرت على انتاج الاسرة دي فبتبقى مستنية المساعدة. فانا لا انا عايز المرأة دي تشتغل تبقى عضو فاعل. طب هتشتغل ايه هي ما تعرفش اي حاجة وما تعرفش تشتغل اي حاجة، فانا هبتدي ادربها. كل بيئة هم المبادرة دي اشتغلت على النباتات الطبية، العطور، السجاد اليدوي، الحاجات اللي مش موجودة اللي ليها مصادر أصلاً طبيعي. وكمان ليها مردود عالمي، انه لو الست اشتغلت فعلا وعملت ليها منتج كويس هنقدر نصدره. يعني عشان كده بقول لحضرتك ان الحكايه بتبتدي بحاجه صغيره، لكن احنا لما هتكبر هتنشط الاقتصاد وهتزود الصادرات عندنا بحاجات امكانيات بسيطه، بس هتبقى زي الفولكلور اللي ممكن تبيعيه بمبلغ كبير جدا. ولما تيجي تصدريه بكواليتي عالي وبتقفيل كويس للمنتج هتصدريه بمبلغ كويس جدا، وهينشط معاك الاقتصاد. وفي نفس الوقت الست نفسها استفادت انه بقى ليها دخل وبقى ليها اعتزاز بنفسها انها بتشتغل ومش مستنيه مساعده من حد. فالبرنامج رابحة اشتغل على ده، اشتغل على ان هم يدربوا على الست المراه الريفيه اللي مش قادره توصل لينا في القاهره، لا احنا هنروح له. تقييم حضرتك لبرنامج رابحة هو هل بينبع من حقيقة أنه خامات هذه المشاريع متوفرة جدا في المناطق الريفية، وأن المرأة الريفية عندها ذكاء فطري للتجارة وللرؤية اقتصادية فطرية تؤهلها أنها تستغل هذه الخامات وتحولها إلى ذهب زي ما حضرتك قلتي؟ مظبوط. هو برضو خلينا أقول لحضرتك أنه بنك ناصر عمل ده قبل رابحة، يعني اشتغل على ده وجاب لهم خامات، وزارة التضامن اشتغلت على ده وجابت الخامات وعملوا معرض كويس جدا في معرض الأسر المنتجة بخامات مصرية هم اللي كانوا مولينها للست. وبعد كده بقى في جزء يعني احنا واحنا كنا مثلا زي ما قلت لحضرتك انه حالة المبادرات دي بتخلق بيئة خصبة لأفكار إبداعية، انه ازاي اخلي ده يتطور اكتر.
فاحنا كنا مثلا بنقول في مبادره بنكك انه احنا هنخصص جزء من الدخل اللي سبت هتجيبه عشان تسدد ثمن المكنه حتى اللي احنا هنديها لها، عشان نعمل ايه؟ عشان بالفلوس دي نجيب مكنه ثانيه جديده لست ثانيه، وهكذا يفضل المشروع الفلوس اللي جايه منه هي تشغل نفسه. فهي نفس الفكره بتكبر في حته ثانيه، انه بربر الخامات دي لما باجي اديها للست انا كاني بمولها، والدخل اللي هي هتدخله برضو بقسمه انه جزء هنا وجزء هنا وجزء هنا، عشان يفضل المشروع داير وما يقفش عند حد معين. فهي نفس بنك نصر عمل كده مع بالتعاون مع وزاره التضامن، مول ستات كتير في الريف، وخلى ليهم تمويل في السجاد اليدوي، في الكليم، صناعه الكليم، صناعه الخزف، وصناعه العطور، الحاجات اللي كل بيئه جاهزه انها تشتغل بيها، لان كل بيئه بتبقى ليها المهن والحرف اللي هي تقدر تشتغل فيها. في بيئه زراعيه فتقدري تشتغلي معاها في الزراعه، وهي عايزه تشتغل في الزراعه فبتبتدي تموليها في قصه الزراعه. لو هي لسه ما عندهاش خبره في تزرع ايه في التربة، في انهي تربه، بانهي نبات، بانهي سماد، بتاخد في برامج توعيه بالظبط في كل المجالات. يعني من الملاحظ ان العوامل اللي قامت عليها برامج التمكين بالنسبه للمراه في مصر واللي ادت الى التعاون بين الجهات المصريه والجهات زي المنظمات الدوليه كلها افكار خارج الصندوق. مظبوط. هذه الافكار بدات من فخامه الرئيس، توجيهات فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي لما اهتم بشكل خاص ونصب نفسه وزيرا للمراه المصريه. مظبوط. حسب طبعا قوله دائما في دايما في كل المناسبات انه هو كان مهتم جدا بدعم المراه البسيطه، ليست المراه الريفيه فحسب ولكن المراه البسيطه بوجه عام. فالافكار خارج الصندوق اللي جاءت من توجيهات الرئاسه اللي ادت الى هذا الصخب والنجاح الكبير قوي لبرامج دعم وتمكين المراه. عايزين نتكلم عن دعم فخامه الرئيس للمراه المصريه البسيطه، وكل امراه كانت مش لاقيه الوسائل اللي تبدأ بيها مشروعاتها أو تبدأ بيها إنها توفر حياة كريمة لأولادها، وخاصة إنها تكون مسؤولة عن عائلة زي ما حضرتك قلتي. مظبوط. سيادة الرئيس الحقيقة في كل خطاباته وفي كل سياساته كانت دايما عينه نصب المرأة، إزاي الـ 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 يعني إزاي كل موضوع أو إزاي كل قانون هتستفيد منه المرأة في إيه، يعني حاطط نصب عينيه المرأة المصرية. وعشان كده بنقول انه المراه فعلا بتعيش طفره ما عاشتهاش قبل كده، في انه عندها اراده سياسيه موجوده عند سياده الرئيس، اراده سياسيه حقيقيه في ان احنا عايزين نطور وضع المراه وتكون حاصله على جميع حقوقها، ما يبقاش فيه مشكله في التمييز، في ما حتى لو في نوع من التمييز الايجابي للمراه العامله، بس ده بيوفر لها سياج من الحماية، سياج من ان هي تقدر تتمكن اقتصاديا او اجتماعيا او قانونيا، سيان دماغها يعني في انهي اتجاه، وتحويل الافكار النظرية في القوانين الى واقع من خلال الافكار خارج الصندوق توفير البيئة اللي بتتيح للمرأة ده. بالظبط. توفير البيئة الملائمة ان كل ست تبدع وتقول انا عايزه اعمل كذا، انا عايزه اشتغل في كذا، انا نفسي اتعلم كذا، ده في حد ذاته حاجه امنه جدا لكل امراه. التعديلات القانونيه اللي حصلت خلت في سياج امن لتحركات المراه اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا. يعني حتى الموروثات الثقافيه المراه محمله بيها وبتطلع بيها، التعديلات القانونيه بتحاول تخفف من وطئه هذه الموروثات الخاطئه، زي مثلا ان الست ممكن في بعض المحافظات بتتحرم من ورثها عشان الورث ارض، فالست ملهاش ارض، فده ابتدى القانون يعدله، لا بقى في عقوبه حبس وغرامه عليت بقت 100,000 جنيه، كانت الاول الغرامه 5,000 جنيه، ممكن الشخص اللي هو مستولي على الورث ده بيدفعها ويخبطي راسك في الحيط برضه مش هتاخدي حاجه، فده دلوقتي اتغير، تقدر تاخد ورثها وتقدر تبدا بيه برضه مشروع اقتصادي وتتمكن هي اقتصاديا وتشتغل بيه طالما ورثها حقها، ايا كان بقى ارض زراعيه، ارض بور، ايا كان تاخده. فالقانون وفر لها ده، فالتعديلات حتى القانونيه ابتدت توفر للمراه سياج امن للتحرك في اي اتجاه هي عاوزاه. نعم. عايزين نتكلم ايضا عن برامج الحمايه، وده ايضا موضوع برامج الحمايه من ضمن المبادرات المختلفه الناجحه جدا اللي ايضا امتدت للدول الافريقيه ما
مش بس داخل مصر والمحافظات المختلفة. هناك برامج حماية أطلقت منذ بداية اعتلاء السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجيهاته بتوفير برامج حماية مختلفة، صحية، اقتصادية زي ما حضرتك كلمتي، اجتماعية، في كل نواحي الحياة، دعم المرأة المصرية بكل الأفكار الناجحة واللي زي ما قلنا أطلقنا عليها خارج الصندوق، أدى إلى أن مصر أصبحت صاحبة أعظم وأكبر عدد من البرامج الحماية الاجتماعية والاقتصادية للمرأة المصرية. نتكلم بقى في هذه البرامج وأهميتها وإزاي ساعدت المرأة المصرية وأولادها العيلة كلها بالزبط. خاصة برامج مثل حياة كريمة زي 100 مليون صحة وغير ذلك من البرامج اللي غيرت وجه الحياة بالنسبة للمرأة المصرية. احنا عندنا مجموعة مبادرات كبيرة جدا، جزء منها كان صحي في صحة المرأة وصحة الأسرة وصحة أبنائها وصحة الأم وصحة الطفل والجنين إذا كانت حامل وصحة أفراد الأسرة كلها. عندنا من جانب تاني زي ما قلت لحضرتك الجانب القانوني، إن أنا إزاي أحمي المرأة من العنف الأسري اللي ممكن تتعرض ليه، من العنف اللي ممكن تتعرض ليه بره في المجتمع، التحرش اللي ممكن يأذيها أو يخليها بعد كده خايفة أنها تخرج للمجتمع وما أقدرش بعد كده أعززها اقتصاديا عشان تخرج، لا أنا هحميها اجتماعيا عشان هي تقدر أصلا تخرج وأمكنها اقتصاديا أو اجتماعيا أو من أي حاجة تاني عشان تنشئ بيئة سليمة بالنسبة لأولادها وعائلتها. أيوة. بالظبط. حتى بقى في استقرار أسري، إنه بقى مثلا من ضمن التعديلات القانونية إنه الجنسية لو أم اتجوزت أجنبي، ست اتجوزت أجنبي، فالجنسية بتروح للأولاد من خلال الأم. كان الأول لا، الجنسية ما بتروحش من خلال الأم، بتروح من خلال الأب بس. فده إدى برضو سياج آمن للأسرة واستقرار أسري. كمان احنا عندنا جملة التعديلات القانونية وتغليظ العقوبات في جرائم التحرش وجرائم العنف أدى لإحساس حماية أكبر للمرأة إنها تقدر تخرج وتشتغل بشيء من الأمان أكبر. فحجم المبادرات جنب كمان حجم التعديلات القانونية إدى كله بالتوازي مع بعضه لحالة التمكين للمرأة. عشان كده قلت في الأول إنه التمكين مش مجرد حاجة واحدة بنشتغل عليها، لا ده تشبيك جهود وتضافر عناصر كتير مع بعض وجهات كتير حكومية وغير حكومية بتشتغل كلها مع بعض على أرض الواقع عشان المرأة تكون في أحسن وضع وأحسن يعني نموذج مثالي يحتذى به في جميع البلدان بعد كده. بالتأكيد، بدليل ان احنا مدينا يد المساعدة من خلال مثل هذه البرامج في دول افريقية. بالظبط. قبل ما نخرج من نقطة من هذه النقطة عايزين نتكلم عن ازاي هذه البرامج ساعدت في دعم وتمكين او ارساء مجتمع آمن، مجتمع مستقر، لان لما بنوفر هذه العوامل الآمنة للمرأة وندعمها احنا بندعم الأسرة المصرية كلها. طبعا. الأطفال والزوج والعائلة كلها. طبعا. ففي ناس ما بتتفقش مع هذا المبدا ازاي؟ ففي بعض الناس بتعارض هذا، يعني شايفه ان كل شخص هو يعني منفصل عن الاخر. فلو حضرتك تحبي توضحي هذه النقطه واهميتها العائله المصريه ككل مش بس طبعا. المراه المصريه، ما هي الاسره هي اللبنه الاولى لبناء المجتمع. لو الاسره انا ما هقولتش ليها الاهتمام المجتمع كله هيبقى فيه حاجه مضطربه. واهم فرد في الاسره طبعا الاب، بس الام هي العنصر الفاعل اللي هي بتبقى عينيها نصب عينيها على الاطفال، على الاسره، على استقرار الاسره. فبالتالي دايما التوجهات ان المراه تكون معززه ان هي تقدر تاخد قرار جوه الاسره لاطفالها، تذاكر لهم، تبقى هي عندها شعور بالحمايه والثقه بالنفس فتقدر تدي ده للأطفال، ما يبقوش طالعين مضطربين نفسيا أو عندهم مشاكل نفسية. فكلما أنا اشتغلت على المرأة بأن هي تكون عضو فاعل، عضو منتج، عضو عنده ثقة بالنفس، عضو مش مضطرب نفسيا، فبالتالي أنا بطلع جيل الأم شعب إذا أعددت شعبا طيب الأعراق. فبالتالي أنا بعد جيل كامل طيب وجيد نفسيا وبطلع جيل
من عد شعب كامل بنغير وجه بالزبط. الحياه فأنا لما المصريه برع بننشئ جمهوريه جديده بالتاكيد. طيب اهداف التنميه المستدامه هم عده اهداف طبعا في اتجاهات عديده، ولكن هناك يعني دعم وتمكين المراه يمكن استحوذ على نصيب الاسد من هذه الاهداف. مظبوط. فيعني عايزين نعددهم نتكلم في فوائدهم، ازاي تم وضع هذه الاهداف وهل تم استحقاقها جميعا؟ لا احنا لسه قدامنا مشوار، لسه في مشوار طويل. احنا بس بنقول ان احنا يعني في طفره زي ما يكون ايه زقه كبيره كده المراه خدتها، لكن لسه في شغل كتير على ارض الواقع. انت لسه محمله بموروثات خاطئه كتير، انه مثلا ضرب البنات او ضرب الزوجه، ده اللي كنا عايزين بالظبط. احنا لسه ما عالجتيش الموضوع ده، ولسه يعني مش بس الموضوع مجرد ان انا استراتيجية وطنية أطلقت وعندي مجموعة قوانين، لكن لسه أنا عندي ثقافة، ولسه عندي في حملات إعلانية بتتعمل ضمن برضو الاستراتيجية الوطنية. بصراحة من توجهات السيد الرئيس أنه يبقى في إعلام موجه لتغيير هذه الموروثات الثقافية، عشان نبتدي نشتغل على أنه لا، الدين ما قالش أنك تضرب الست، ولا القانون بيقول أنك تضرب الست وأنها تقدر من حقها تاخد حقها لو هي تعرضت لهذا العنف، فده بيديها سياج آمن أكتر للتحرك. للأسف إحنا لدينا من الوقت دقائق بسيطة، عايزين نتكلم عن دور الإعلام بقى في دعم وتمكين المرأة، والمطلوب من الإعلام والمؤسسات المختلفة كيفية المشاركة في هذا الدور. والحقيقة ده بدأ فعلا، عشان ده كان برضو من ضمن الاستراتيجية الوطنية وتضافر الجهود، إنه لازم يبقى في مؤسسات إعلامية من خلال أفلام أو مسلسلات أو حملات إعلامية بشكل مباشر. يعني كان في مبادرة حلوة جدا اتعملت بشكل إعلامي جميل، اتكلم عربي، حاجة كده اللي هو إيه، أنا بعزز الهوية الوطنية عند المواطن، فيبقى عنده اعتزاز بلغته، عنده اعتزاز بقوميته، عنده اعتزاز باللغة اللي هو بيتكلم بيها. ده هيوصل للمرأة، فيوصل للجيل اللي هي بتعلمه، إنه مش مجرد إن أنا بودي مثلا ولادي مدارس أجنبية فيتعلموا أجنبي، لا، لازم يبقى عندهم تعزيز بهذه اللغة. فدور الإعلام مهم جدا، إن أنا أوجه. وماذا عن حملات تصحيح الموروثات القديمة اللي حضرتك اتكلمتي عنها؟ بالظبط، لا للتحرش ده احنا أهم حاجة، ولا للضرب. وفي دلوقتي وزارة الأوقاف عاملة دور حلو قوي مع دعاة السيدات، في دفعة دعاة سيدات كتير بدأوا يتكلموا بشكل مؤهلين ديني صحيح ومؤهلين، وبيعلموا السيدات في المساجد الكبيرة إنه لا، ما تسمحيش إنه حد يضربك، ده مش من الدين، ومش من الدين انك تقبلي انه حد يضربك، ربنا ما قالش لحد يضربك، حتى واضربوهن اللي هم بيقولوها برضو التأويلات الخاطئه للدين، عشان نطفي الشرعيه على هذه الموروثات الثقافيه. دي احد المشاكل المهمه جدا الغير الاعلام بيشتغل عليها في كل حاجه، وكل الجهات بتشتغل عليها. حضرتك شايفه استجابه من الاعلام العشوائيه؟ في استجابه طبعا، لان في اماكن رواعي كفايه في محافظات كتير وفي قرى كتير بدات خطب الجمعه تبقى بتتكلم ما تضربش زوجتك في البيت، فده هيأثر طبعا مع اي حد قاعد جوه المسجد بيسمع الخطبه، لازم هيأثر. يعني ان انا بكلمك وبقول لك الدين ما قالش كده، ما 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 العقل هو اللي، يعني سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام ما ضربش حد من زوجاته، فانت بناء على ايه بتضرب؟ العقوبه البدنيه حتى في الفقه الجنائي في الاسلام، العقوبه البدنيه ربنا اولاها لسلطه لولي الامر، ما ادهاش لشخص على شخص. الضرب ده عقوبة بدنية، ربنا ما ادهوش لشخص، اداه لولي الأمر في الحدود، في حد السرقة، في حد الزنا، في الحدود اللي هي الحدود الكبيرة في الفقه الجنائي، لكن ما ادهوش لشخص على شخص. فأنت بأي وده صفحة. أيضا له شروط أيضا. بالظبط طبعا. عموما الموروثات القديمة دي أحد أهم التحديات اللي بتقف في وجه أهداف التنمية المستدامة، لأنها طبعا قوية وراسخة وكل الجهات بتشتغل عليها. أصل الموروثات الثقافية نتيجة سنوات كتيرة جدا، فعمرها ما هتخلص في يوم وليلة يعني. وأخيرا أستاذة دكتورة فاطمة حسين، بنشكر حضرتك، أنت باحثة قانونية ورئيس قسم المرأة في وكالة أنباء الحدث. بنشكر حضرتك جدا. شكرا لكم، ونلقاكم في حلقة جديدة إن شاء الله.